مشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. محمد لما اتولد محدش يعرف إمتى اتولد، مش مشكلة لأنه كان شخص مجهول عادي يعني. أبوه مات، أمه ماتت، برضو مش مشكلة لأنه شخص عادي. كبر محمد وترعرع وبقى نبي، بقى مهم قوي، مهم قوي بالنسبة للمسلمين، مهم قوي بالنسبة للعالمين، مهم قوي بالنسبة للجن والحيوانات ولكل الكرة الأرضية. الحاجة الوحيدة اللي احنا مش عارفينها هو مات امتى. للمسلمين كلهم مش عارفين هو مات امتى، يا ترى يا ترى يا ترى. طب دي تشكل ايه في الموضوع؟ تشكل مشكلة كبيرة جدا، وهو مدى مصداقية كل اللي فات قبل موته اللي هم مش متذكرينه. هل هيتذكروا كل اللي فات في 23 سنة بتاعت الدعوة بتاعته؟ أخي مالك أهلا بيك. أهلا بيك أخت فرحة. يعني مشكلة كبيرة، في حد ما تذكرش يوم موت نبيه؟ في الحقيقة فعلا في طلع المسلمين أشخاص غير واثقين من تاريخ وفاة محمد. بيقول الطبري في تفسير الطبري أني لا خلاف بين العلماء والإخباريين على أن محمد مات يوم الاثنين، ولكن اختلف في أي اثنين مات. يعني يوم الاثنين حافظينه، أما أي اثنين منهم ففي اختلاف. الروايات مقسومة على قسمين، أما الرجل مات 2 ربيع الأول سنة 11، أيوة يعني في أول أسبوع. نعم. أول أسبوع من الشهر. أيوة. والرواية الثانية بتقول أني مات محمد 12 ربيع الأول سنة 11 أيضا، يعني بعد 10 أيام. نعم، ففي اختلاف 10 أيام بين الروايتين. المسلمين مختلفون في تاريخ وفاة محمد على 10 أيام. أيوة. يعني مو مختلفين فقط يعني متى الساعة 10 صباحا أو 11، لا. مختلفين على 10 أيام، متذكرين فقط يوم الاثنين، مختلفين إذا كان محمد قد مات 2 أو 10. الطريف في الموضوع أن ابن هشام كاتب الشهير لسيرة محمد لما بيصل وفاة محمد ماذا يقول؟ يقول توفي نبي يوم الاثنين وبيسكت عن التاريخ. دي مشكلة كبيرة أخي مالك. طبعا هي مشكلة خطيرة، مثل ما تفضلت، إذا هن المسلمين لما صاروا في المدينة وأصبح عددهم المئات وأصبح لديهم نصا مكتوب وأصبح لديهم كثير من المؤمنين، عندهم عدم يقين بتاريخ وفاة محمد 2 أو 12، فكيف نحن رح نعرف أن قادرين يتذكروا ما قبل وفاته وتفاصيل أخرى؟ 23 سنة على الأقل في حقبة مكة. فإذا قلنا في مكة كان أمامنا يعني مكة لما كان عدد الأتباع قلائل وما كان في أي شيء مكتوب، فكيف نحن رح نصدق 13 سنة من تاريخ محمد في مكة؟ وموضوع وفاته كان فجيعة كبيرة. نعم، وحتى ومؤثر على الدعوة الإسلامية، حتى حالة محورية يعني في الإسلام. فهذا التاريخ بجسامة خطورته واللي شهدوا المئات وربما الآلاف، الناس ما هي قادرة تتذكر متى توفي. طب السؤال، تفضل، وفاة محمد ألم تحدث أمام ملأ من الناس؟ كان لتثبيت أي قرآن زيد كم شهد طلب؟ شاهدين. أي شاهدين برأيه أن الأمر واثق منه. اليوم لدينا في وفاة محمد ربما 100 شهد أو 200 شهد، فإذا 200 شهد اختلفوا في تاريخ وفاة محمد، فكيف رح نصدق شاهدين فقط في كتابة آية من القرآن كتبها بشكل صحيح؟ طب ومات إزاي؟ يعني مات عند مين؟ ما هذا الموضوع رح نعمله فعلا في فقرة القادمة، عند مين مات؟ خلاص بقى يعني كده، حتى هاي نقطة إشكالية. بالضبط. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، أهم حدث هو وفاة محمد. هل لا يتذكر المسلمين أي حاجة عنه غير ممكن يوم الاثنين، ممكن يوم الاثنين اللي بعديه بأسبوع؟ ده حدث خطير جدا. أمال أنا حاسق في أي أخبار تانية تجيلي إزاي؟ أنا بصراحة الأمر ده هيشككني إن أصلا محمد ما كانش موجود. شكرا جزيلا، نشوفكم في فقرة جديدة من قرآنيات. شكرا.